طيب احنا دلوقتي بنحارب حاجة تقيلة، فلازم ان انا اجيب لهم حاجة تقيلة زيهم. اجيب لهم ايه؟ اجيب لهم ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، نجرب ونشوف ايه المصير بتاعنا. اوبا، دي طارت في السماء، طارت في السماء. يا نهار اسود، بصوا يا نهار ابيض، شباشب طارت. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة This is محمود نعمان، وفي الفيديو ده ان شاء الله هنجرب مع بعض لعبة تابس، لعبة نقدر نقول فكاهية استراتيجية، عبارة عن ارض، قطعة ارض وفريقين، فريقك والفريق الخصم، وبتخشوا كده في محاكي انشاء معارك وبتشوفوا مين اللي بينتصر في الاخر. بتحتاج تكافؤ فرص، بتحتاج تكافؤ قوات. خلينا نخش على طول كده ونشوف الكامبين بتاعنا ونبدأ جيم مع بعض ونشوف شكل الجيم عامل ازاي من جوه. طبعا اللعبة بتديك الحرية في التصرف في كل حاجة، يعني زي ما احنا شايفين هنا جايب لي قلعة قدامنا، الجانب ده بتاعي والجانب التاني ده بتاعه، ومفروض انت معاك كريدت 100 كوين بس تاخد بيهم إليمنت او تاخد بيهم اي قوة من القوات اللي تحت دي عشان تحارب بيها. طب خلينا نبص كده نشوف الاول الخصم جايب ايه عنده علشان يحاربني بيه. طبعا هو جايب جندي من الجنود اللي هم السيافين، معاه سيف ومستعد وواقف على الجدار اللي قدامنا ده، وانا معايا 100 كوين اقدر اشتري بيهم حاجة من الحاجات اللي قدامي دي. طبعا انا عندي جميع التسليحات اللي قدامي ديت على حسب، يعني مثلا عندك حاجة اسمها وايلد ويست، عندك حاجة هنا اسمها سبوكي اللي هي اسلحة السكيلتون او الجماجم، وعندك هنا حاجة اسمها البايرت او اللي هي القراصنة، عندك حاجات كتيرة قوي، عندك حتى فايكنج، عندك برضو الانشنت او اللي هم القدماء، عندك السيافة هوت والملك ومش عارف ايه وحاجات كتيرة قوي، وعندك فارمرز مزارعين بادواتهم، وعندك اللي هو التريبل اللي هو اول واحد. طبعا هنا الكريدت بتاعك 100 زي ما احنا شايفين، ومفروض ان انا اشتري، فمسموح لي ان انا اخد اول واحد ده ابو عصايا اللي هو الانسان الحجري القديم، او ان انا اختار الشخص اللي ماسك بتاع قدامه ديت اللي هي الدرع المصد ده، او لو دخلنا على الفارمر عندي اخد اللي هو اول واحد او الشخص ابو شوكة بسبعين. طب ليه الباقي ما اقدرش اخد؟ لان اعلى من الرصيد بتاعي 120 160 وهكذا. التاني ما اقدرش اخد ده، السياف التالت هو جايب تقريبا اللي هو الشخص ابو 100 ده، فانا مش هاخد زيه، ما بحبش اقلد. خليني كده اشوف ممكن ناخد حد يكون معاه حاجة طويلة، وليكن مثلا ناخد مين؟ ناخد الشخص اللي هو الفارمر ده ونحطه هنا، و حطناه كده ونبدأ الوقتي ستارت ونشوف شكلي هتخزوق. هوبا، اركب المعلم. فلقني ولا ايه؟ لا لسه، خسرنا رجالة. طيب هنعيد تاني، هنشيله، هنحط مثلا سياف زيه، تمام، ونشوف ستارت. طبعا اللي هيبدأ اللسعة الاولى غلبني المعلم برضو، هنبدأ برضو تاني بس هأخره ورا شوية كده. الموضوع مش موضوع انت حاطط مين او مش حاطط مين، الموضوع على حسب انت حاطط فين في مفروض تكافؤ على حسب الخطوات وهكذا. بصوا بقى، هوبا، اركب المعلم، فرقعته. تمام، فهتخش على الليفل اللي بعدها. الليفل اللي بعدها بتبقى ارض كبيرة، هو كل كام ارض كبيرة بيجيب لك ارض صغيرة زي ما انتوا شفتوا، مان تو مان او باللفظ كده راجل لراجل. تمام، طيب انا معايا الوقت 1000 كوين وهلاعب الخصم، والخصم قدامنا معاه الناس اللي هم بيعملوا ايه بقى؟ هقول لكم بيعملوا ايه. الناس دول بيفضلوا ان هم يضربوا على الكمان او الكمانجة ويجرجروك وراهم، وهم جايين قلبينك من فوق النهر تنزل على جدور رقبتك تفرقع. تمام، فاحنا هنختار لهم مثلا بالالف اللي معانا دي، لو بصينا مثلا على الوايلد ويست معانا، الوايلد ويست دول اللي هما نقدر نقول الكاوبويز، تقدر ان انت تفرقعهم بحبل، تقدر ان انت
عن طريق الرشاشات اللي هي بتضرب في السماء دي وتقوم نازلة عليهم، فهم دول اللي هنجربهم وهناخدهم بشكل كده دائري. ايه ده واحد بس؟ معقولة كده؟ انا مش هلحق. طب ال 350 التانيين ممكن نحط مثلا ابو متفجرات ده، وواحد برضو هنا، وهنبدأ على بركة الله. انا لسه معايا رصيد، ماشي نحط دول اللي هيشتبكوا في الاخر معانا هنا. خلاص مفيش حاجة تكفي، يلا توكلنا على الله نبدأ. تتوقعوا مين اللي هيغلي؟ بس هم عددهم كتير قوي. بصوا بقى المعلم هيضرب نار، طبعا بعده اول ما الديناميت ضرب هيضرب فيا انا. بصوا يعني على الحظ. بصوا بقى هما بيفضلوا يعملوا ايه، يفضلوا كده يندهوا بحيث ان انت يا معلم ايه تطير. اهو يفضلوا كده يندهوا لك، اهو عمال يضرب. كسبنا بالحظ طبعا. انا ما فننتش في الماب دي. خلينا نخش الماب اللي بعدها ونشوف. اوه بصوا بقى ديت المنجنيس، تمام. تفتكروا ممكن نجيبهم بايه؟ هقول لك احنا ممكن نجيبهم معانا 4000، تمام. لو جبت لهم اللي هو حيوان الماموس او اللي هو الفيل مش هيبقى حلو معانا، فانا هحاول اجيب لهم الاستونرز دول اللي بيرموا حجر. بصوا قد ايه اهم، خلاص حطيت حتى عدد كتير منهم اهوت. تعالوا نعمل ستارت ونشوف الحجرة اللي هتترمي دي هتجيب نتيجة. اوف ده انا لسه ما كملتش كلام والفرقعة اشتغلت. منظر وحش. انت رايح فين يا حبيبنا؟ رايح اوبر كبديا خدها بين ودانه. تمام هنعيد تاني، هنعمل كلير وهنبدأ نعمل من اول وجديد. طب خلينا كده نشوف دافينشي تانك ممكن تعمل ايه. هي واحدة بس اللي هحطها، هل هتخش؟ دي مرة جربتها بس ما اظنش انها صد مع المنجنيكس. بصوا بقى دي تلف كده وتقوم ماشية مفرقعة. بصوا تقيلة اصلا، بس كان مفروض اقرب. زنقوها، تصدقوا اتزنقت اللي انا عملته ده؟ يا جدعان انتوا هتتعزموا محد يفقع يا جدعان، خسرنا. طيب خلينا نرجع نغير، نشوف مثلا لو خدنا اللي بيضربوا البومب دول، نشيل دي ونحط بتوع البومب، تمام. نشوف كده ممكن يجيبوا معاهم ولا لا. الناس دي شايله بومب، يا نهار ابيض، ولا بومب ولا البان بقى، ده انتوا فرقعتوا كل حاجه. ماليش نفس اشوف، يلا عيد. طيب هنجرب البايرتس، خلاص هنجرب البايرت كوين ولا ايه؟ لا خلينا اجرب الاسكيلتون معانا مثلا. الناس اللي بترمي البامبكنز او اللي هي نقدر نقول قرع العسل، ادي 1 2 3 4 هما بيضربوا حجر وانا برمي عليهم ايه؟ قرع العسل. ارزع. بصوا بقى، لا النتيجة مش حلوة، مش عجباني. هو فاضل لهم شوية. بصوا يا لهوي، اخبط اوب. بص جابونا. ايه يا جدعان محدش قادر عليكو؟ طب انا اجيب لهم بقى الايه السيافين دول، 1 2 3 4. لا انتوا هتطيروا في ثواني. بصوا بقى انا اجيب لهم ايه دول، 3 بس معقولة؟ واجيب لهم الماينر 1 2 ونشوف ايه اللي ممكن يتم معاكم. ما ينفعش. طيب احنا دلوقتي بنحارب حاجة تقيلة، فلازم ان انا اجيب لهم حاجة تقيلة زيهم. اجيب لهم ايه؟ اجيب لهم ادي 1 2 3 4. نجرب ونشوف ايه المصير بتاعنا. اوبا دي طارت في السماء، طارت في السماء. يا نهار اسود، بصوا يا نهار ابيض، شباشب طارت. يا عم ايه يا عم ده يا عم. طيب هات لنا الفايكنج ده، نشوف الناس اللي بيطيروا دول ممكن يعملوا ايه. دول حلوين دول. اوه برضو بيفرقعوا، تصدق بيشقلبوا. ايه ده ايه اللي انتوا بتعملوا؟ ده سيحوهم خش على اللي بعده.
طيب انا مش عارف هم حاطين لي ناس فين، اكيد مش علاقين على الشجر، انا مش عارف ومش شايف ومش عارف هم معاهم ايه اصلا. طيب انا شايف حاجة هنا هيت، مش عارف انا صح ولا غلط. هم لا انا غلط. طب انتوا فين؟ الناس فين؟ مستخبيين ولا ايه؟ طيب هقول لكم على حاجة، انا مش عارف احنا بنلعب مين، فهجيب دول هيبقى عددهم حلو قوي تمام، ونجيب معاهم دول مثلا ونشوف، عشان بس اعرف احنا بنلعب مين. انا مش شايف انتوا داخلين الكهف، هل الكهف جوه حد؟ ده قاعدين مستخبيين جوه الكهف. لا والتانيين بيضربوا وخلاص ضيق. شفتوا بقى انسان الغاب طويل الناب اتفرقع من اولها، كان مفروض احط رجالتي دول بعيد، غلطت انا في الحتة دي. اكيد لسه في ناس مستخبية يعني، بص واحد قاعد جوه اهو او اتنين. يا نهار اسود، ده اداله في حنكه. طيب انا هجيبهم هم بس هبعدهم ورا شوية يكونوا التانيين طلعوا. لا بلاش دول بقى، احنا قلنا دول هطل، هات دول ولا ده ايه ده؟ ماشي هات دول هنا اهو. والله انا ممكن اهجم بدول، اعتمد على دول ونشوف كده. دول اللي هم الهنود الحمر، يعني بصوا معاهم ايه؟ معاهم عظم، مش عارف هيعملوا بيه ايه العظم ده. بصوا يا ايه ده؟ يا نهار ابيض، ده بيرموا طوب. لا ما اتفقناش على كده، انتوا معاكم ناس بتحدف حجره. اوف. لسه واحد واحنا ثلاثه، اخبط دي. ايوه ده رفعوه، بصوا اترفع ازاي. بس اللي هو ايه اللي هو بيعمل، يا خريف بيت مخك. اللي بعده هننهي بقى بدي. طبعا انا معايا 200 كوين بس، ومعانا الراجل اللي هو اللي معاه الدرع والرمح دوت، فخليني كده اشوف ال 200 دي تاكلنا ايه. ال 200 دي تاكلنا نشوف ممكن نجيب له مثلا بال 200 دي ده ولا ايه، مش عارف ده يجيبه ولا لا. ده ايه الشمعة المنورة دي؟ بص اوبس ده فرقعه، بس لسه لا يا ولد يا بص خد كده اتفرقع خلاص. وده كان فيديو النهارده، يا رب اللعبه دي تكون عجبتكم، لعبه مسليه الواحد بس ما يكون زهقان كده ومخنوق يلعب اللعبه. اتمنى اللعبه تكون عجبتكم، ما تنسوش مشاركه الفيديو، واتمنى نوصل ل 100 لايك. الناس اللي بتشوفني لاول مره ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد. هتستنوني الفيديوز اللي جايه، اشوفكم على خير، سلام.